السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نخلي شكلين يندمجوا مع بعض، او نشوف القطعة المشتركة بينهم، او نطرح حاجة من حاجة. كل الحاجات دي بتفيدنا ان احنا نعمل اشكال جديدة ومتميزة. طيب دلوقتي اقول له فايل واقول له نيو، ابدأ ملف جديد اللي هو دوت، وهتلاقي ظهر التاب بتاعه هنا. تمام، وتقدر تلغي اي حاجة من الحاجات اللي فاتت بالشكل دوت. طبعا لو فيها شغل هيسألني عايز تايف ولا لا. طيب دلوقتي انا اخترت دوت، وابدأ ارسم مثلا الشكل ده مع الشكل دوت. طيب هقول له عايز اشوفها في 3D بالشكل ده. طيب انا عايز ادمج الاثنين مع بعض، اعمل سيلكت الاثنين كده واقول له اعمل لي اتحاد بينهم. طيب بيقول لي انت عندك اتحاد، تقدر تخليهم الاثنين شكل واحد. طيب هنجربه وبعد كده نشوف الحاجات التانية. هقول له ابلاي كروز، اصبح شكل واحد بالشكل دوت. تقدر تخش على الداتا وتقول له انا عايز مثلا انقل العنصر دوت مثلا 15، وده برضه 15. طيب لو عايز تشوف الشكل الاولاني تقدر تيجي هنا وتقول له شو سيلكشن، فده يجيب لي الشكل الاولاني. طيب هقول له هاي سيلكشن، وده بقى عنصر واحد زي ما انت شايف. طيب لو انا رسمت شكلين تانيين وليكن مثلا ده وده، وعايز ابدا اتعامل معاهم، اقدر اعمل سيلكت عليهم واقول له انا عايز مثلا الانترسكشن، يعني الحته المشتركه والغي لي الباقي. اقول له ابلاي، هيبدا يعملها لي بالشكل دوت. برضه نفس الفكره اهو. تمام، وتقدر تعمل لها موف وروتيت زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل اشكال تانية. اعلي مثلا على دوت. تمام، ممكن تقول له من هنا رايت كليك وتقول له هاي سيلكشن عشان نعمل شكل تاني اهو، ده وده. هقول له انا عايز اهو، بدأ ينفذ الامر على طول، ده وده. تمام، انا عايز اعمل عليهم سيلكت عشان يبان بس ايه اللي انا عايز اعمله. ممكن تقول له انا عايز اعمل اتحاد من هنا او تختار على طول. خلينا نختار مثلا دوت. تمام، عايز يطرح الشكل الاولاني مش الشكل التاني بالشكل ده. طيب هقول له كلوز. زي ما انت شايف الفكره كلها ان انا اقدر اعمل شكل جديد ما كانش موجود في الاختيارات دي. تقدر تخترع شكل جديد، تطرح حاجه من حاجه، او تزود حاجه على حاجه، تعمل عنصر جديد. ولو انت عايز تشوف الاكسات هتقول له فيو اكس كروس، تقدر تشوف الاكسات عشان تعرف العنصر موجود فين. اي حاجه بتعملها بتيجي عند